الاحتفال بليلة النصر 8 شعبان. يعني قبل أن أذكر الحديث، الوقت ضيق أيها الإخوة، يعني لكن نلم بأطراف الحديث. الإنسان الذي ينشد الخلاص من نفسه وينشد الدخول في ساحة الرحمة الإلهية يبحث عن أوهى السبل إلى ذلك. نعم، كالغريق الذي يجد نفسه معرض للهلاك يجد حبل بسيط بسيط جدا مديك يستمسك به لعله ينجيه، أليس كذلك؟ طيب، لنفرض أنني طلعت على حديث ضعيف عن فضل ليلة النصف من شعبان، وأن الإنسان إذا قام في تلك الليلة ودعا الله فإن الله يغفر له ويرحمه ويغنيه يعطيه ما يشاء، ما الذي يفرضه عقلك؟ الحيطة ماذا تقتضيك؟ تقتضي الحيطة تقول والله لا أفعلن هذا، إن كان هذا الحديث واردا فلسوف نعم يكرمني الله عز وجل بما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن واردا فإن الله يطلع على قصدي، أقول يا ربي بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وأنا أفعل ذلك على أمل أنه فعلا قد قال هذا، فأسألك اللهم أن تكرمني بما وعد به رسولك. طيب، أليس هذا هو الأمر؟ طيب، إذا عرفنا هذا، فقد روى البيهقي بسند مرسل، ولكنه قال يعني من مرسلات العلاء بن الحارث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قال هذا مرسل جيد. تقول عائشة نعم، فيما رواه العلاء بن الحارث، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى وسجد وأطال السجود حتى ظننته قبض، فلما رأيت ذلك قمت وحركت إصبعه إصبع قدم فتحرك فرجعت، فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما قام من سجوده وأتم الصلاة قال يا عائشة أظننت أن النبي قد خاس بك، يعني غدرك وذهب إلى دور إحدى زوجاته الأخريات؟ قلت لا والله يا رسول الله، ولكني خشيت أنك قد قبضت لما رأيت من طول سجودك. قال أتعلمين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال إنها ليلة النصف من شعبان، يطلع الله فيها على عبادي فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من مسترحم فأرحمه، ويترك أهل الحقد كما هم. طيب، هذا كلام يرويه البيهقي ويقول هو مرسل جيد من مراسيل علاء ابن الحارث. طيب، إذا كنت أنا الآن بحاجة إلى أن يعني أستدر رحمة رب العالمين، وأنا إنسان تائه يعني أبتغي رحمته وفضله، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أعرض عن هذا الحديث وأقول لا لا دعك، هذا حديث ضعيف، ثم أبكن إلى الرقاد نعم وأستسلم لرقاد ثقيل إلى لمعة الفجر؟ والله إن المؤمن الذي يخاف ربه لا يفعل ذلك، وإن المؤمن الذي نعم أكرمه الله يعني بشيء من الحب لمولاه وخالقه لا يفعل ذلك، بل يبحث عن أي وسيلة، أي وسيلة، خلاص حديث روية إذن سأفعلن هذا الأمر. والحق أبلج